عليكم. وعليكم السلام. ديال الأشرف الصديق. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. بالنسبة لهذه القضية، هي قضية اللي هي وطنية، أثارت الرأي العام، أثارت الرأي العام بكثير، وفيها دخل فيها الصحافة ودخل فيها الناس ودخل فيها بزاف ديال الحوايج. ولكن من طبيعة الحال أن بالنسبة لهذه القضية هذه، القضاء أستاذ هو اللي كيفصل فيها، القضاء اللي عنده القرائن، القضاء عنده الأدلة. أما هذا الشيء الإشاعات اللي كنسمعوه اللي من عند الناس وداك الشيء، نحن لا نؤمن به ولا نصدق به. نصدق بما هو ثابت، نصدق بما هو دائما عند العدل، العدالة. والعدالة من طبيعة الحال هي اللي كتاخذ المجرى ديالها بالنسبة لهذه الأشياء اللي هي مرتبطة بهذا المتهم. ودائما أن المتهم أنه دائما بريء حتى تثبت إدانته. وكنسمعوا حنا هاد الاشاعات، وكنسمعوا هاد الشيء ديال النبش في اعراض الناس، وهذه اسرار ديال الناس استاذ، هذه اسرار ديال الناس. كل واحد انه عنده اسرار ديالو، وبيجي انا كمواطن ونبدا نطعن ونبدا نشوف السمعه ديال الناس ونقول فلان داير فلان داير فلان اسمه. وبعض الناس انهم تياخذوا بهذه الشائعات وكياخذوا بهاد الاغلاط اللي هي تنشر على الناس. انا بالنسبه لهذاك السيد اللي هو الان متهم، ولكن راه دائما بريء. أن كنعرف عليه إلا الخير، لأن شحال من مرة أنا كنت كون جالس في القهوة وتيجي تيسلم عليا بصفتي أن كنستغل معاهم واحد المدة هنا معينة، كيقول لي السلام عليكم باحترام وبأدب. قسم بالله إلا مؤخرا قبل ما يوقع هذا الشيء، إلا داز هنا القهوة وسلم عليا قال لي كي داير أستاذ، قلت لي لاباس ومشى بحاله. هذا هو شيء تقريبا قبل ما يوقع ذاك المشكل، شيء 20 يوم 25 يوم في القهوه هنا، وسلم عليا وقال لي بخير استاذ، قلت لي بخير باحترام. بالنسبه للام ديالو ما سامعنا عنها، هذيك الاشياء راه هي كلها كذب، كنكذبها انا بعدا، لان واحد المده معينه وكنشتغل معاه هنا داخل المؤسسه، قليل فيه كتجي وكتعطي الناس المستحقات ديالها في الوقت اللي هو كيستحق. وحتى شي واحد الا كانت تبغى شي حاجه كنقولوا حنا افونس او بغى يتخلص قبل شويه كتعطيه، وما عمر عرفت عليه شي حاجه سيئه. انا خدمت معاه، لان كون ما انا استاذ ديال التربيه الاسلاميه، كون عرفت عليه شي حاجه ما مزياناش والله ما نخدم عنده ولا نخدم عنده. ولكن قليل فيه كتجي، ودائما ان الناس راهم تيتخلصوا في الوقت وتياخذوا المستحقات ديالهم في الوقت، وما كاينش هاد السيده اللي كنسمعوا عليها اشياء اللي هي خيبه والله اعلم. وهذا الشيء اللي كنسمعوه راه الطعن في اعراض الناس، راه اشاعات، راه اشاعات اللي حرم حتى الدين الاسلامي وحرمها الله سبحانه وتعالى. نعم شفتي لا فيديو ديال شفتيه هذاك. انا بالنسبه للقراءه ديالي، ان هذاك الفيديو اللي ثبت لي واكد لي هذا الفيديو هو الاستاذ المسكين. انا سمعت التصريح ديال الاستاذ، استاذ كيمثل القضاء، استاذ كيمثل نزاهه القضاء، محامي كونك محامي. ولكن دائما هو كيمشي في الخط المتوازي مع القضاء، لان قال لك الفيديو تعرض مؤخرا في التصريح ديالو، وهذاك الفيديو ملي تعرض بانوا فيه بزاف ديال الحقائق. اذا حنا مع الفيديو ومع العداله، ولا ان هذاك الفيديو ثبت ما له او ما عليه، ف